مرور الوقت فرض المتظاهرون كلمتهم، ما استدعى إرسال قوة خاصة من قوات مكافحة الإرهاب لمنع المتظاهرين من احتلال الساحات المجاورة لها. نحن كنا نحضر لوقف السلمية أمام المحكمة العليا مطالبة بإعدام يولي مخيطير وتطبيق شرع الله فيه، لكن السلطات الأمنية للأسف منعت هذه الوقفة وطوقت المحكمة العليا. نطالب بإعدام المجرم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم واللي مخيطير قريبا إن شاء الله، مطالبين الحكومة مطالبين العالم الإسلامي ككل بإعدام المجرم المسيء للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. محامي الطرف المدني يرى أن تأجيل النطق بالحكم مؤشر على أن الحكم لم يكن في صالح المتظاهرين. الأمر لا يتعلق كما يشاع بتغيير دين أو بردة، وإنما يتعلق بالتحقير وبسب وبهتك وبالنيل من عرض الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذن بنشر ما يسمى بلغة القانون الدولي خاصة القانون الإنساني الكراهية الدينية. وطبعا هذا تمنعه المواثيق الدولية وتمنعه النصوص المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي.